أنا علي اليوم أحكي بشوية نقاط صارت بالنسبة للجنوب للاستجابة الطارئة من وقت اللي بلشت المعارك ولليوم شو صار، ما يحفوت كتير بالتفاصيل وشو رح يصير بالأيام اللي جاي. خليني أقول على مستوى الدعم للأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة، تم الدعم قبل كانون الأول لفئة الناس اللي هن أشخاص للأشخاص اللي عندهم إعاقة ما بين 18 و28 سنة، تم دعمهم $100 بمحافظتي. هلأ اللي عم بحكي عنه محافظتي لبنان الجنوبي والنبطي، صار فيه لكان دعم $100 للأشخاص من الفئة اللي هن عندهم إعاقة بين 18 و28 سنة. عدد الأشخاص اللي استفادوا 1972 شخص، تم الدفع قبل شهر كانون الأول. النقطة الثانية اللي بتهم المواطنين لهيدي المرحلة، بالأسبوع الأول من شهر شباط بده يتم تحويل على مستويين، يشرحهم وأتمنى على الصحافة تنتبه، لأنه بعض المرات لما عم بيصير مؤتمرات عم بيصير في خطأ بذكر مؤسسات أو بذكر أرقام خاطئة. خلينا نقول كل الأشخاص اللي بالجنوب اللي تقدموا بمشروع الأسر الأكثر فقرا ولم يستفيدوا، يعني الأشخاص اللي بمحافظات الجنوب اثنين تقدموا وما استفادوا، نتيجة السكورينج تبعهم يعني نتيجة عدم استفادتهم هي فوق 22 ولا 30، يحيتم استهدافهم بدفعة واحدة حاليا بالأسبوع الأول من شهر شباط. وعدد هودي الأشخاص هودي العائلات 2919 عائلة. واضحة هيدي الفكرة. الفئة الثانية اللي مدى نستهدفها واللي عددها أكبر، كل اللي بالجنوب كانوا يستفيدوا من برنامج أمان وانقطع من بعد 18 شهر، رح يستفيدوا من دفعة استثنائية دعما لوضعهم كنازحين بالجنوب. عدد العائلات المستفيدة من هذا البرنامج هن 15728 عائلة، كمان يحيكون التحويل بأول أسبوع بشباط يعني أسبوع الجاي. العدد الإجمالي اللي رح يستفيد من هالتحويلة هو 18647 عائلة لبنانية جنوبية. البعض يحيقولوا قد ايه المبلغ؟ المبلغ يحتسب بحسب ما كنا عم نحتسب للعائلة $25 وللفرد $20 لست افراد. اوكي؟ هلا بدنا نقول للاستجابة للجنوب، البعض عم بيقولوا شو صار وشو عملت وزارة الشؤون. قبل ما انتقل شو بعد عملنا، المبلغ اللي له علاقة بهالبرنامجين هني مبلغ جاي من يونيسف ومن WFP. قيمة المبلغ بالتحويل لمشروع الأسر اللي قلت بده يستفيد ولبرنامج أمان 2.5 مليون، لكن المال إجا من اليونيسف ومن WFP. شو النقاط اللي عملناها استجابة لوضع الجنوب؟ أول شيء شو ما عملنا رح يكون قليل، نحن متفقين شو ما عملنا رح يكون قليل، بس السؤال شو ما عملنا رح يكون قليل، بس ببادجت صفر شو ما عملنا بيكون منيح. فهذا كله تحرك له علاقة بالوزارة، عم نحاول انطلاقا من علاقاتنا انطلاقا من اتصالاتنا عم نأمن هذا الموضوع على مستوى حكومي. لم تتلقى وزارة الشؤون بالاستجابة للجنوب إلا $0. رح ننتقل هلا للموضوع الثالث أو الرابع بموضوع الاستجابة. اليوم على أرض الجنوب عندنا 5 سيارات كبار، موبايل يونت كبار، عم يتحركوا بكل الجنوب للدعم النفسي،
البعض بيقولوا نحن هل بحاجة لدعم نفسي؟ ايه بحاجة لدعم نفسي. هالطفل اللي بيتحمل ضغط كيلو عم نحمله 100 كيلو، هذا الطفل ترك بيته، ترك ألعابه، ترك مدرسته، ترك كل شيء، واليوم البعض عم بيناموا مع غطاء والبعض ما عم بيناموا مع غطاء، لأنه في بعض دول ما لنا مصدق أنه في حرب بجنوب. حرب بجنوب موجودة، وفي عائلات اليوم عم تتغطى، وفي أطفال عم تتغطى، وفي أطفال ما عم تتغطى، في أطفال راحت على المدرسة، وفي أطفال ما راحت على المدرسة، والأكترية ما راحوا على المدرسة. ولكن هذا الجو العام، نحن اليوم مشينا 5 سيارات كبار عم يتحركوا، فيهم مرشد اجتماعي، فيهم مسؤول نفسي، فيهم أشخاص عم بيساعدوا يدعموا الأفراد والعائلات. الهدف من هيدا قلنا شو هو؟ الدعم النفسي للعائلات اللي تركة جنوب. ممكن نوصل ل 3000 تقريبا شخص لهيدا الدعم. ننتقل للبرنامج اللي بعده بمنطقة سور. حطينا أمبيلانس للدعم الصحة الإنجابية، اشتغلت شهرين، توقفت هلأ عن العمل، عم نحضر سيارتين تيكونوا عم بيجولوا بالمناطق الجنوبية، وهودي اجوا المصاري بدعم من الـ UNFPA. عنا هبة الصين بتوصل بشباط، قيمتها $1,000,000، وهيدي بدها تكون دعم مواد غذائية للمناطق الحدودية. بالطبع تم توزيع معينات على كل المناطق، تم دعم بالمزود على عدة مناطق من ناسور لمركز إدارة الكوارث. هلأ عم يتعبى مزود بهيدي اللحظة 6000 لتر مزود بدعم منا ومن الأشخاص اللي عم يدعمونا لمستشفى بنت جبال، حتى ما توقف المستشفى وحتى ما يتوقف 45 شخص عن غسيل الكلى. هلأ بهاللحظات عم يتعبى مزود لبنت جبال. بالأسبوع الماضي سلمنا جزين للمستشفى، معينات إلى بتساعد المستشفى لإقامة العمليات، سلمنا مرجعيون. المعينات والدعم اللي قمنا فيه بالماضي تسلم لاتحاد البلديات بكل لبنان وخاصة في الجنوب. إن شاء الله الخميس منكون بمرجعيون، ومنكون بسور، ومنكون بصيدا. سريعا مرقت على كل النقاط اللي لها علاقة بدعم الجنوب. النقطة الأساسية حرجع عيد شغلي سريع، ببرنامج الأسر الأكثر فقرا اللي ما استفادوا، والجنوبيين والسكور تبعهم. هلأ حيقولوا اللبنانيين كيف منعرف إدو سكورنا 22؟ مش نحن اللي منعرف، أول شيء مش وزارة الشؤون اللي بتعرف، اللي هني فوق 22 و30 في وحدة إدارية بالقصر الحكومي هي اللي بدها تسلمنا المعلومات. ما بدي اتصالات تصير على الوزارة ليش اسمي ورد ولا اسمي ما ورد. نحن غير معنيين بالنتائج، النتائج بتطلع بشكل ممكنن وبدها تطلع من القصر الحكومي، من الوحدة الإدارية. هيدي بالنسبة للأسر الأكثر فقرة. بالنسبة للأسر ببرنامج أمان، عم برجع عيد تأكد ببرنامج أمان، الأسر الجنوبية اللي ما استفادت صار لها 18 شهر بسبب هذا الوضع رح نحول لها مبلغ. مجمل العائلات اللي بدها تستفيد 18,647 عائلة بدها تستفيد لشهر. هذا الدعم هو من اليونيسف و WFP، ومشكورين. واللي بدي أقول لكم إياه، في محاولة تيكون هذا الدعم لأشهر أكثر من شهر، يصير لشهرين وثلاثة وأربعة. وهلأ أنا بقول من هون دعوة للدول الداعمة تعمل معروف، تنظر إلى وضع لبنان وخليها تعرف بأنه الوضع حقيقة بالجنوب نحن بحالة حرب. حقيقة نحن بحالة حرب. لما بيصير في أكثر من 100,000 برات بيوتهم، ما بيكونوا عم يعملوا سياحة برات بيوتهم، بيكونوا بحالة حرب. لما في ناس بعد عم تنام بالمدارس بلا أغطية، معناتها هني بحالة حرب، وانتو بتعرفوا شو التأس. رح انتقل هلأ لموضوع اللي له علاقة بكل لبنان، وبتصور كتار من اللبنانيين ناطرين
تيعرفوا شو بده يصير بمصير البرامج. أول برنامج اللي بدي أحكي عنه هو برنامج اللي هو له علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. نحن الست الماضي كنا عم نعطي بشكل شامل لكل من يحمل بطاقة واشتغلنا على تقوينها وتظبيط معلوماتها، عم نعطي $40 للعمر 18-28. بهذا الموضوع مكفيين بسنة 24 مكفيين. عملنا نقطة تانية لهذه السنة ومشكورة الاي ال او واليونيسف، زدنا الفئة العمرية تتصير ما بين 15-30، اي من مواليد 94 لل 2009. بلش الدفع. حاليا نحن رح نحول بهذا الشهر ل 14,000 شخص عندهم اشخاص عندهم اعاقة، $40 شهريا. تاني نقطة، لكن وسعنا الشريحة، نتمنى نوصل انه يصير في تغطية شاملة لكل الاشخاص اللي عندهم اعاقة، بس بهالمرحلة هاي نحن قدرانين نلتزم بهذا الرام. هلأ بدي أحكي عن مساهمة الحكومة بعد شوي بالآخر وشو ممكن تساعدنا هذه المساهمة. هلأ بدي انتقل على البرنامج اللي حساس، اللي هو البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا. أنا قلت لكم بالأسبوع الماضي من أسبوعين أنه كان نحن مطلوب منا يتأمن من الدول المانحة 148 مليون أو 150 مليون، اللي تم تأمينه هو 33.3 مليون. نحن قدام هذا الوضع ما بنقدر نعمل شيء إلا أنه نتحرك تنضغط على الدول المانحة تتأمن أموال، لأنه هذا الموضوع كدولة لبنانية اليوم ما عندنا القدرة لتغطية هذا البرنامج. ولكن السؤال اليوم، في شغل بده ينعمل لتأمين 150 مليون، وهوني هذا بده شغل ضاغط على مستوى كل الدول اللي كانت مانحة واللي ممكن تكون مانحة. ولكن 33.3 مليون كيف بدها تتوزع بالأيام اللي جاي؟ هذا السؤال الأساسي اليوم، والأكيد اللبنانيين ناطرين الجواب عليه. عدد العائلات المستفيدة هي 75,000 عائلة من هذا البرنامج، وهن عائلات أكثر فقرا. أخذنا القرار الأول، وهون مضطرين نعمل عملية جراحية، ما عندنا حل، مضطرين نعمل عملية جراحية، وبعرف أنه هذه العملية حتسبب عدم استقرار اجتماعي. ولكن أنا علي روح باتجاهين، الاتجاه الأول أنه أحرك المجتمع الدولي للدعم، الاتجاه الثاني شو هو؟ نحن ابتداء من اول الشهر بلشنا اعادة زيارة لل 75,000 عائلة، بلش بكانون الثاني وبينتهي بحزيران. الهدف من الزيارات اعادة تقييم المستفيدين. في اشخاص صار لهم سنين عم بيقبضوا، نعتقد انه وضعهم تحسن، هؤلاء الاشخاص رح يصيروا اذا وضعهم تحسن خارج البرنامج، وفي اشخاص هني بعضهم بوضع صعب رح يبقوا داخل البرنامج. لكن نحن بلشنا التقييم من اول كانون الثاني ورح يبقى لاخر حزيران لل 75,000 عائله. كيف رح يتم الدفع؟ كنا ندفع بالماضي شهريا باخر اسبوع من الشهر. هلا لشهر كانون الثاني ما رح ندفع، ما عندنا الامكانيه، رح ندفع بشهر شباط. رح ندفع بشهر شباط بآخر أسبوع لكل 75,000. لكن بشهر شباط رح ندفع لل 75,000 عن كانون الثاني وعن شباط. هذه المعلومة صارت واضحة. ولكن المبلغ تعدل. كنا نعطي للعائلة $25، صرنا بدنا نعطي $20. وكنا نعطي لست أولاد صرنا ما نعطي لخمس أولاد، وكنا نعطي 20 صرنا ما نعطي 10. تقريبا نحن نزلنا عن النص، يعني عائلة كانت تستفيد اعتبروا 6 أفراد بعشرين 120، وخمسة وعشرين العائلة 145، مضطرين
مضطرين. واحد يفكر انه انا هلا مبسوط باللي عم بقوله، هذه مسؤولية كتير كبيرة علي، ولكن انا مضطر واجه فقراء لبنان بالوضع الحالي. انا لم ابلغ باي شيء قبل 15 ديسمبر، ولازم كل اللبنانيين يعرفوا، ولكن انا مضطر لكم. اللي كانت تقبض 145 شو رح تصير تقبض؟ 5 ضرب 10 50، بدل ال 25 20 صارت بدها تقبض 70 دولار. يعني صارت رح تقبض بالشهرين 140 دولار، يعني باخر شباط عوضا ما تكون عم تقبض كل شهر 145 دولار. هيدي بشباط ال 2024. شباط بنكون دفعنا اضار ما رح ندفع، نيسان رح ندفع. نيسان رح ندفع ل 75,000 ناقص الناس اللي بحسب الزيارات غير المستحقين. ما بنعرف قديش عدد الناس الغير مستحقين بحسب الزيارات. السكورينج برجع بذكر بتصير بالوحدة الإدارية بالقصر الحكومي. نحن علينا نقوم بالزيارات، نحن علينا ندقق بالزيارات مع شركائنا بالدبليو اف اي. عملية السكورينج بتصير ممكننة. شيلوا من راسكم انه العملية فيها وسايط، ما في وسايط، عملية ممكننة، ولكن بده في قسم من هالناس اللي رح ينظار رح يكون خارج الاستفادة بأي شهر؟ بشهر نيسان. خليكم معي وركزوا، نحن رح ندفع شباط نيسان حزيران عن شهرين شهرين شهرين. بشباط بيقبضوا 75، بنيسان بيقبضوا 75,000 عائلة ناقص اللي طلعوا برات إمكانية الاستفادة، برات الفقر المدقع. نرجع ننتقل لحزيران. بحزيران مفترض ندفع ل 75 ناقص كل الناس اللي منهم مستفيدين، ونكون خلصنا الزيارات بهيدي المرحلة الست أشهر الموجودين فيها. علينا نحن كوزارة، وبالطبع ما بيكفي كوزارة، اليوم كحكومة لبنانية عليها أن تواجه هذا الواقع الصعب وتاخذ قرار بحركة مكوكية على الدول المانحة القريبة والبعيدة لتأمين المال. من هلأ لشهر 6 في الحركة المكوكية اللي بدها تصير، وبدنا نشوف نقيم قدي بقي مصاري تنشوف قدي فينا نكفي، وهذا بنرجع منبلغكم عنه بنيسان. يعني مش من هلأ فينا نقول قدي حيكون في مصاري، على أمل يتأمن أموال نقدر نكفي سنة الـ 24. ببرنامج الأسر الأكثر فكرا هذا هو الواقع، وكنت بتمنى ما أكون موجود هون، وكنت بتمنى ما أنا أعلن للشعب اللبناني هذا الموضوع. بدي انتقل بعد عندي تعطوني أقل من خمس دقائق، بدي انتقل لمشروع أمان. كمان اليوم المشروع أمان اللي توقف من بعد 18 شهر دعم، اليوم توقف. عملنا كل اللي بده ينعمل، طلع لنا بمجلس النواب القانون، صار في نقطة للتعديل، هيدي النقطة صار في موافقة من مجلس الوزراء على القانون، طلع المرسوم. نعمل لمعالجة هيدي النقطة. هيدي المعالجة اللي لقينا لها فتوى مع دوت الرئيس. نحن اليوم مفترض تكون على جلسة مجلس الوزراء في هذا الأسبوع، يوم اللي بيصير في مجلس وزراء. أنا أتممت من جهتي كل المعاملات بالتنسيق مع البنك الدولي تنقدر نقول أنه على جلسة مجلس الوزراء إذا تمت الموافقة على الآلية اللي طرحناها، ساعتها منكون خلصنا مرحلة كتير أساسية لبرنامج أمان. بدنا نتواصل مع البنك الدولي لإبلاغه، والمعاملة بدها 15 يوم 20 يوم بلبنان على أنه بيبقى تحويل الأموال من البنك الدولي على لبنان. العملية بتصير منا طويلة. ننتظر هذا الأسبوع مجلس الوزراء شو رح يقر بالنسبة للنقطة اللي طرحتها، أو للآلية لإقتراح تعديل اللي طلبه مجلس النواب. هيدي بالنسبة لبرنامج أمان. نحن هون رح يبقى اللي قبضوا 18 شهر ووقف، رح يضلوا واقفين، رح نكفي بالدفع للأشخاص اللي كنا عم ندفع لهم بالماضي.
هيدي هي لبرنامج لموضوع برنامج أمل. في آخر نقطة بدي أقولها، الدولة نحن طرحنا يصير في مشاركة من الدولة اللبنانية بالمشاريع الأسر الأكثر فقرا بدعم الطفولة المبكرة أو الأطفال، بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم كبار السن. تمت الموافقة 450 مليار، مزبوط؟ كنا نحن طالبين 900 مليار، تمت الموافقة 450 على 600 مليار، أعتذر، كنا طالبين تمت الموافقة على 600 مليار. أعتقد أنه هودي المصاري يحيروحوا باتجاه دعم الأسر الأكثر فقرا وبرنامج البرنامج اللي يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. أنا بدي أتشكركم، أنا بقول للشعب اللبناني يمكن إجا الوقت تتحرك تطالب بحقوقك، يمكن إجا الوقت تقول الحقيقة للقطاع العام، إجا الوقت يقول الحقيقة الحقيقة، بس كمان للناس الأكثر فكرا إجا الوقت يقولوا الحقيقة، إجا الوقت يعكسوا حقيقة فقرهم وحقيقة وضعهم ويقولوا إنه عندنا ما تغير شيء بلبنان. هذه المساعدة هي ضرورية بس تنأمن الحد الأدنى من العيش. أنا ولا حد الأدنى، أنا بجانبكم، أنا مع الناس، أنا مني ضد الناس. ما بين إنه أكون هون أو أكون مع الناس، أنا بوعدكم إنه حكون مع الناس، وشكراً.